حضرتك تعرضتي أثناء تصوير فيلم البنات والصيف يعني لمشاكل كتيرة، خاصة وإن تصوير الأحداث كان في فصل الصيف وأنتوا كنتوا بتصوروه في الشتاء. أيوة. ممكن تحكي لنا؟ لا لك الحتة دي احنا متابعين معلومات عنها حاجات كتير قوي. فممكن تحكي لنا حاجة عن فيلم البنات والصيف؟ الفيلم ده ولا كان فيه بنات ولا كان فيه صيف أصلا، من كنا في عز الشتاء وكلنا كنا مدامات يعني. وبعدين الفيلم قبل كده انا كنت اشتغلت مع عبد الحليم حافظ حكاية حب. الفيلم ده اول انتاج لشركة عبد الحليم حافظ وعبد الوهاب والحاج وحيد. فانا عملت الفيلم انا وكمال الشناوي وعادل كاسب. واخراج عز الدين زرفار. بعد كده عبد الحليم جه عرض عليا الفيلم بتاع ضحايا، ده اسم ضحايا بتهيألي مش كده؟ الخطايا. الخطايا. وبعدين انا لما قريت سيناريو الخطايا ما لقيتوش احلى من حكاية حب، لقيت حكاية حب احسن من الخطايا. من وجهة نظري انا والله اعلم. قلت له لا يا عبد الحليم انا مش هعمل الفيلم ده. قال لي ليه؟ ده انتاجي انا. ودوكا كان كنا بنشتغل انا اجير وانت اجيره وحلمي حليم اجير وكلنا اجيرين وحاجه تقرف. قلت له معلش يا عبد الحليم انا مش هقدر اعمل الفيلم ده، لان الفيلم حكايه حب اياميها ضرب ضربه فظيعه وده انا تهيألي مش هيبقى زيه، فما عملتوش. وبعد كده عبد الحليم زعل مني جدا ولا كلمني ولا بقى يا خبر. انما هو يبدو ان ما فهمش النظريه اللي انا كان يعني تعملي فيلم واحد وتخافي على نجاحه. شفتي مش حكايه فلوس. تعملي فيلم واحد يعني كان ممكن تعمليه وتقبضي وخلاص. انما مش موضوع إنما كده. شوفي هنا كان حيشوشر على حكاية حب طبعا بالنسبة لي أنا. إنما كده حكاية حب بيتهيألي إن أنا عاملة 30 فيلم مع عبد الحليم مع إنه هو واحد. والبنات والصيف بقى؟ البنات والصيف ده عملته في عز الشتاء. بنرصرص طبعا، كل شوية يجيبوا لنا جراد المية يدلقوها على دفوخنا في الاستوديو، وبعدين اللمض الجامدة دي تنشف المية، وبعدين يرجعوا يدلقوا علينا. ده أنا كويس اللي ما خدتش التهاب رئوي، بس طول ما أنا بشتغل ما اخدش برد ابدا. عارفه لما اكون في التلج وننزل في البحر وحته الانتحار دي، المشهد الانتحار بس. عز الدين ياخدنا في عز الشتاء في مرسى مطروح. انتحري في مرسى مطروح، ما انتحر في اسكندريه اقرب. لا لازم مرسى مطروح لازم. عارفه هو كان الحته دي ونرصرص ولابسه صيفي عارفه. طب بمناسبه ما قلنا البنات والصيف، نفتكر بقى الفنان عبد الحليم حافظ. تكلمينا بقى حضرتك عن عبد الحليم حافظ، لانك وقفتي على امام كل النجوم اللي نقول عليهم ايه اللي تالقوا في عالم الفن، استاذ عبد الحليم حافظ، استاذ فريد الاطرش. طبعا. فتسمحي تقولي لنا حاجه عن عبد الحليم حافظ؟ حاجات كتير. يا ريت. شوفي هو كان انسان رقيق جدا وفنان قوي قوي يعني. شوفي عبد الحليم كان فنان مصري اصيل، ما كانش كوميديان يعني. هو شكله كان يصعب عليك من غير ما يتكلم كده. عارفه هو رومانسي. هو عارفه حتى صوته كده حنين. عارفه زي ما يكون بيطبطب عليك وهو بيغني لك. عارفه عشان كده العيال كلها والشباب لحد النهارده حده الحنيه دي ناقصاهم. في الشغل بقى كان عينه مني، عينه من الممثل اللي قدامه مش عينه من نفسه. هو بقى يقعد باصص لي وبعدين يقول لي ايه شعرك، اصل انا دايما اهمل في شعري واهمل زرار مثلا ما زرروش، مش عارف ايه. انسى اشد السوسته يعني، اعمل حاجات غلط كده. البس فستان الجزمه بتاعته واجيب جزمته. انما اقول ايه؟ طب ده الرجل مش هتطلع في الكاميرا، ومع انها ممكن تطلع. عارفه يعني كده. هو دايما عينه من دي. فجاه وكلم حلمي حليم وكلم الشركه ان يجيبوا لي الله يرحمه، هقول لك مين اللي عمل فيلم الموميا، المخرج ده الاستاذ شادي عبد السلام. شادي عبد السلام طبعا. كان جاي في فيلم حكايه حب. شوفي الفرير انا ماسكاه ازاي في حكايه حب، عشان يمسكني الفرير اعمل ايدي كده. انا اروح حطاه كده ويلا. انها في حكايه حب جه عشان يمسكني الفرير، عشان مش عارفه، عشان مش عارفه شعري ما اهملوش من ورا، يبص عليا ورا وقدام. مين اللي عمل الشغلانه دي؟ عبد الحليم. انا بقى ازهق. بعدين الفيلم ده اخد فتره كبيره لان عبد الحليم ابتدى يعي في الفيلم ده. يعني اشتغلنا وبعدين دخل علينا الشتاء وعبال ما خف وعبال ما عارفه، فاخد فتره طويله. هو اهم حاجه كل ما اجيب فستان جديد ما تديني ده لاختي عليا، اقول له لا ده عشان المشهد اللي هنعمله.
يستناني بقى. هو يحب اخته عليها دي بطريقه فظيعه وانا عمري ما شفتها. انما في يوم يقول لي طب الفساتين اللي مش هتصوري بيها انا اخدها لاختي عليه. فانا بقى عندما فيه بقيت اصور بكل الهدوم، يعني كل مشهد اروح مغيره. فضلت جونيلا واحده كان لونها ابيض وفيها زي التوليب كده بنفسجي واخضر الفرع بتاع التوليب كانت بليسيه. قال لي دي بقى ما صورتيش بيها، شوفي قاعد رقملي. وخدها لاخته عليا دي بقى. دي خدها. دي خدها. يعني عارفه هو حنين جدا ويحب اخته ويحب اهله. وعارفه انسان بعدين يعني اشتغلت مع فريد الاطرش، فريد الاطرش لا هو ما ياخدش باله من اللي قدامه، فعند فريد الاطرش انا اخد بالي من نفسي جدا. شوفي ازاي. عند عبد الحليم لا، هو عبد الحليم هو هياخد باله. هو اللي هياخد باله. خلينا بقى فريد الاطرش بقى. فريد لا، فريد ما عايز هو يطلع كويس. مش ما يهموش بقى مين اللي بيمثل قدامه، طلع حلو طلع وحش طلع عفش. فعند فريد الاطرش تلاقينا جايبه احلى الفساتين وشد حيلي. ده انا بقى شد حيلك شغل من عندي. انما عبد الحليم لا الحقيقه. طب وايه بقى اهم مواصفات فريد الاطرش؟ فريد الاطرش كان في الاستوديو وبره الاستوديو يعني حقيقي انسان كريم وصديق صديق الحقيقه، وما يعرفش يتغدى لوحده، ما يعرفش يتعشى لوحده. فيجي الغدا، انت هتتغدي فين؟ اقول له هتغدى في بيتنا. لو غلطت وقلت له لا مش جايه وهتغدى في بيتنا، يجيب ال 20 نفر اللي هو اصلا عازمهم الاول يعني. ويجي ياكل عندي في البيت. فانا يا اروح اكل عنده يا يجيب لي 20 نفر ياكلوا عندي في البيت. وهو كده احسن تروحي بقى تاكلي عنده وخلاص. يعني انما كتير قوي لما اقول لا انا تعبانه يقول لي انا جاي. هو يحب الفاصوليا ناشفه ولحمه الدوش بالدمعه دي ويحطها على الرز، ويا سلام اهم اكله. بالليل بقى احيانا مش دايما الفنان ده مش دايما عنده فلوس. انما هو يعزم من غير ما يكون عنده فلوس. على بالليل بقى يبقى حته جبنه بيضة وفول وطعميه. وصباح وانا وليلى فوزي وجلال معوض و شوفي مديحه يسر. ما فيش بني ادم ما كانش بيروح لفريد الاطرش بالليل الحقيقه. وكل واحد يغني، وصباح تغني وهو يغني ويلعب عود ويقعد على الارض. الحقيقه شوفي اجمل نادي للفنانين كان بيت فريد الاطرش. يا سلام.